السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة الدرس بتاعنا جميل جدا، وهو إزاي إن إحنا بنتعامل مع الملفات اللي موجودة على السيرفر أو الموقع، إزاي بنعدل فيها، إزاي بنكتب جوه الملف، وإزاي نقرأ. طيب تعالوا نشوف كده لمحة بسيطة. أول حاجة أنا عندي دالة اف اوبن. اف اوبن ديت معناها فايل اوبن أو فتح ملف، يعني بيقول لك هنا إيه to open files for reading or writing on it، ان انت تقراها او تكتب عليها. بعد كده انا عندي الريد فايل. الريد فايل ان انا لو عايز اقرا الملفات، والفايل جيت كونتنتس نفس الداله دي بتقوم بعمل الداله ريد فايل. بعد كده انا عندي اف رايت اللي هي فور رايتنج اون فايلز، لو انت عايز تكتب ايه، عايز تكتب على الملفات. طيب تعالوا كده نجرب داله داله. انا اول حاجه انا عندي ملف باسم النيمز، تمام، موجود في نفس الملفات اللي عندي او نفس الفولدر اللي موجود عندي. خلاص ازاي نقرا اللي موجود في الملف ده؟ تعالوا نقفل ده كده. اول حاجه احنا هنبدا بدوال القراءه اللي هي ريد فايل وفايل جيت كونتنت. تعالوا نشوفها كده. اول حاجه هنا بيقول لي ايه، انا هقول له ريد فايل وافتح براكتس. هنا مستني مني ايه؟ مستني مني سترينج فايل نيم، لاما اكتب له لينك، لاما اكتب له اسم الملف بتاعي اللي انا عايز اقراه، او اديله او بعد كده ممكن اجيب افتح الملف اف اوبن واديله الباص بتاعه. هنعرف كل حاجه، بس خليني هنا في الاول ان انا عايز ايه اقرا الملف مباشره. انا هقول له نيمز اسم الملف بتاعي دوت تكست، وبعد كده ايه هقفلها بسيمي كولن. تعال نشوف كده في اللوكال هوست سيرش دايركتوري. انا غلطت تقريبا. تكست، تمام كده اهو جابها لي كلهم. ايه جابها له كلهم؟ ادي ايجيبت، قطر، سعودي اريبيا، وهكذا. تمام. طيب بعد كده انا عندي فايل جيت كونتنتس برضو نفس النظام. قلت له فايل جيت كونتنتس، مستني مني هنا برضو السترينج نيم. انا هقول له عندك names dot text، وريها لي في اللوكال هوست. تمام. طيب انا ما اقراهاش، انا هقول له ايكو. تمام جابها لي هنا تاني اهو، ايجيبت، قطر، سعودي اريبيا، وهكذا. خلاص ده بالنسبه لقراءه الملفات، عندي ريد فايل وعندي فايل جيت كونتنت. طيب احنا بقى لو جينا نفتح ملف وعايزين نقرا اللي فيه، اول حاجه انا هعرف متغير باسم فايل علشان اديله المسار بتاعه، واقول له بيساوي عندك اف اوبن. تمام، افتح لي الملف. افتح لي الملف اللي هو ايه، اللي هو اسمه نيمز دوت تكست. تمام كده، خلاص يبقى هنا كده هيفتح لي الملف اللي اسمه نيمز دوت تكست. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها السترينج مود. ايه السترينج مود ده؟ السترينج مود ده اذا كنت انت عايز الملف للقراءه ولا عايزه للكتابه. انا لو عايزه للقراءه يبقى هقول له ريد، لو عايزه للكتابه انا هقول له رايت. طب لو عايزه للاتنين يبقى ار بلس. لا انا هقوله مثلا خليه لي للقراءه ار، واقفل. تمام، وهقول له عندي هنا ممكن استخدم مين، استخدم ريد فايل. لا بس انا هستخدم داله تانية اسمها اف جيتس. تمام، وهحط قبليها ايكو. وافتح براكتس واديله مسار الملف اللي هو ده الفايل اوبن. بس انا هو خلاص هو اتاخد في المتغير ده، يبقى ياخد المتغير ده واحط هنا واقفل بالسيمي كولن. تعال نشوفها كده في اللوكال هوست. بس جاب لي هنا، لاحظوا ان هو جاب لي اول سطر بس ما قراش الاول سطر. طيب انا فين باقي الكلمات اللي هنا او باقي السطور؟ تعالوا نجيبها. في عندي دالة اسمها FUF file end of file. ايه الفايل end of file؟ يعني بيمشي لي على الملفات او على سطر الملفات كلها لحد ايه، لحد ما يقراها كلها. يبقى انا هعمل بوايل لوب او همر بوايل لوب، هقول له وايل FUF او FUF خلاص، وافتح براكتس. يعني انا بقول له ايه، بينما انت بتقرا الملفات او الاند بتاع الملفات، نهايه الملفات بتاعه مين، بتاعه الفايل ده،
يعني خليك ده انك اعمل لي لوب اقرا لي اللي جوه الملف ده، بس هنا الفايل فايل اوف فايل لازم لا يساوي، يعني حتى لا يساوي ايه، حتى لا يساوي النهاية بتاعت ايه بتاعت الملف. هتعمل ايه؟ هقول له ايكو اف جيتس وبعد كده اقول له ايه فايل. دالة القراءة بتاعت عادية، تعالوا نشوفها كده اهو جابها لي كلها. طيب انا عايز اجيبهم سطور تحت بعض، انا هقول له هنا دوت بي ار اهو جابها لي بنفس الشكل ده. يبقى هنا بقول له بينما او لو لم ينتهي قراءة الملف اطبع لي ايه، اطبع لي اللي موجود فيها كلها. يعني معنى كده ان الفايل اند اوف فايل بيقرا من البداية لحد ايه لحد النهاية. طيب ده بالنسبة للأوبن وبالنسبة ان انا ايه اقرا ملفات. طيب بالنسبة بقى للاف رايت، عايز اقرا اللي عايز اكتب فيها، اغير بقى الحاجات دي كلها. انا هقول له هنا احنا قلنا ديت المود بتاعه للقراءة، لا انا هخلي ايه للكتابة تمام. وبعد كده انا هقول له اف رايت عايز تكتب ايه، مستني هنا منك ايه، مستني منك هنا الريسورس هاندل. ايه الريسورس هاندل؟ اللي هو مسار الملف ده اللي هو الفايل. انا هقول له ايه فايل، وبعد كده مستني مني ايه السترينج، الحاجة اللي انت عايز تدخلها. عايز تدخل مثلا انا هقول له هالو وورلد واقفل سيف، تعال نعملها في اللوكال هوست ريفرش كده كتب. طيب عايزين نقراها وعايزين نتأكد، هقول له ايه تعالوا نستخدم ريد فايل بسرعة كده ريد فايل، وبعد كده اقول له ايه names dot text اقفل اهو كتب لي كتب لي كلمة hello world. وبكده ينتهي درس التعامل مع الملفات سواء في القراءة او الكتابة، وان شاء الله اتمنى الدرس يكون ينال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.